طلاق المخرجة السورية رشا شربتجي من شقيق سوزان نجم الدين، تعرف على التفاصيل. أعلنت المخرجة السورية رشا شربتجي طلاقها من تمام نجم الدين الصالح، وهو عقيد المخابرات العسكرية وشقيق الممثلة السورية سوزان نجم الدين. وبالرغم من أن أخبار عن طلاق رشا شربتجي كانت قد تم تداولها خلال السنة الماضية، إلا أن رشا شربتجي أعلنت الخبر رسميا أمس، وذلك خلال لقاء إعلامي لها. وإعلان رشا شربتجي جاء ردا على سؤال حول صحة الأخبار المتداولة حول طلاقها، لتجيب: من إشاعات حقيقة أن انفصلت من سنة. وقالت رشا إن عدم إعلانها للخبر في وقته هو بسبب اعتبارها الموضوع شخصي، ولا تحبذ التطرق له إعلاميا. وأكدت رشا شربتجي خلال اللقاء أن انفصالها جاء بحب واحترام وتفاهم، مشددة على أن الموضوع لم يؤثر على علاقتها بالفنانة السورية سوزان نجم الدين، والدليل هو عملها معا بمسلسل مر بالعز الذي عرض في موسم رمضان المنصرم. وعن سوزان نجم الدين قالت رشا شربتجي: هي أخت وصديقة غالية على قلبي. وفي جواب على سؤال حول ما إذا كانت ستكرر تجربة الزواج، قالت رشا شربتجي: ما بعرف، هيدا نصيب، ما أضربت، شوف كل شي بالحياة، كل شي بالحياة، فعلا بتكون راس ما بعدين الطريق بياخدك لمكان تاني. أكيد أنا ما في عقدة من الموضوع وما في صدمة، وفي حياة بتكمل والله يبعث للخير. ولدت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي في 20 إبريل من عام 75 ميلادي، وتبلغ من العمر 47 عام. تكللت مسيرتها المهنية والفنية بالنجاح، وحظيت جميع أعمالها على إعجاب المتابعين وعشاق للدراما العربية. وتتلمذت المخرجة السورية رشا هشام شربتجي على يد والدها، وبدأت مشوارها المهني في عام 97، وقتها كانت تبلغ من العمر 23 عام. فقد دخلت رشا مجال الإخراج الفني في سن مبكر، وهذا الذي أضاف إليها الكثير من الخبرات. في عام 2003 أخرجت الممثلة السورية رشا شربتجي مسلسل قانون ولكن، وشارك بهذا المسلسل الكثير من الشخصيات، كان أهمها الممثل السوري القدير بسام كوسة. نجح مسلسل قانون ولكن وحقق نجاحا باهرا على المستوى العربي، ويعد هذا المسلسل الانطلاقة الأولى لرشا هشام شربتجي. توالت أعمالها الإخراجية وبدأت تنتقل من نجاح إلى نجاح، حتى وصلت إلى قمة النجاح من خلال إخراج مسلسل كسر العظم الذي عرض عام 2022. والمخرجة رشا شربتجي من أب سوري وأم مصرية، وعاشت في مصر حتى عمر 22 عام قبل أن تستقر في دمشق بسوريا. وهي تشكل حالة خاصة ومنفردة، إذ إنها من المخرجات القليلات في الدراما السورية وربما العربية، لكنها تمتلك همة الرجال، فبصمت وقدمت مسلسلات لا تنسى. بدأت عملها كمخرج منفذ مع والدها في العديد من الأعمال، أولها كان عائلة 7 نجوم عام 97، ثم عائلة 8 نجوم في العام التالي، يليه بطل من هذا الزمان عام 99. بطل من هذا الزمان عام 99، وأنت عمري، وأسرار المدينة عام 2000، وصراع الزمن عام 2002، وبنات أكريكوز عام 2003. برزت من خلال مسلسل أشواك ناعمة عام 2005، ثم مسلسل غزلان في غابة الذئاب عام 2006، فانطلقت نحو النجومية الإخراجية بخطوات متسارعة. ومن أعمالها أيضا رجل الأحلام عام 2007 مع الممثل السوري القدير ياسر العظمة، ويوم ممطر آخر عام 2008، وزمن العار عام 2009 الذي كان سببا في نجومية الفنانة السورية سلافة معمار. إضافة إلى مسلسلات تخت شرقي وأسعد الوراق عام 2010، والولادة من الخاصرة، وبنات العيلة عام 2011.
ثم غابت المخرجة السورية رشا شربتجي عدة سنوات عن الدراما السورية قبل أن تعود عبر شوق عام 2017 وحارة القبة عام 2021. وخلال هذه الفترة أخرجت المسلسل الخليجي وش رجعك عام 2014، وأعمال مشتركة هي علاقات خاصة عام 2015، وسمرة عام 2016، وطريق عام 2018، ومفية وبروفا عام 2019. والمخرجة السورية رشا شربتجي تعتبر التمثيل كلعبة البينج بونج، بمعنى أنها لا تكتمل بلاعب واحد فقط. ومن المعلومات عنها أيضا، خلال الجزئين الأول والثاني من مسلسل الولادة من الخاصرة خاضت تجربة التمثيل بدور صغير عبر شخصية سوزان، وهي تتمتع بمنهجية خاصة بحيث لا تصور على كل مشهد من زوايا عدة، بل تولف المشهد في رأسها تقطعه ثم تصوره لتخدم إيقاع المشهد وإيقاع الممثل معا. ومن المعلومات عنها أيضا، هي تعتبر الدراما مادة للرفاهية والتسلية، فإذا تحقق هذا الأمر من دون أي اعتبارات أخرى يكون هذا كافيا برأيها.